أهلا وسهلا. بخصوص المؤشر، سبق وذكرت أنه هذه المنطقة راح يمكن تكسر، وتعتبر عندي مهمة، لكن ما هو بنفس الاهتمام هنا في هذه المنطقة. تم كسرها وعاد اختبارها، ثم رجع في قناة هابطة، من هذه القناة ارتد. رأيي، يعني أنا كنت أتمنى أنه يجي على الأقل لم مستويات 11830. هنا أرجحنا نقول أنه بنسبة أكبر أنه راح نخترق، خصوصا إذا كان في من هنا ارتداد حقيقي. لكن طالما أنه ما نزل هالمستوى هذا واكتفى في قناة، يعني لمس القناة الهابطة، فيعتبر هنا عندي الخط الأحمر مقاومة عند 12018. إذا قفل فوقها مع اختراق القناة بثبات، أنا أرجح الصعود. إذا ما قدر يقفل فوقها، فأنا أتوقع كسر هذا المستوى اللي هو 11830، ويروح لمناطق الطلب أسبوعية، وهذا بنسبة كبيرة أرجح أنه يكون ارتداد من هناك. هذا والله أعلم.